الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. دعا بعض نواب البرلمان في العراق لمحاسبة وزير النفط في حكومة الكاظمي على خلفية المطالبة باستيراد الغاز من سوريا، وأكد النواب أن العراق ليس بحاجة لاستيراد الغاز فيما لو تم تشغيل الحقول الجاهزة في المنصورية وعكاز، مشيرين إلى أنه يتم إهدار ملايين الأمتار المكعبة من الغاز التي تحرق أثناء عملية استخراج النفط، والتي يزيد تقديراتها عما يستورده العراق من إيران بآلاف الأمتار المكعبة. وأضاف النواب أنه لا توجد محاسبة لمليارات الدولارات التي تحترق بسبب عدم وجود تحلية للغاز. دعت وزارة الزراعة الحالية في العراق الفلاحين والمزارعين إلى ضرورة التواجد في حقولهم الزراعية أثناء موسم الحصاد لحمايتها من الحرائق الموسمية للمحاصيل. وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة للفلاحين والمزارعين بحماية حقولهم الزراعية مع ضرورة التعاون والتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات. يذكر أن العراق يشهد كل عام في موسم الحصاد حرائق مجهولة المصدر تستهدف في الأغلب المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير. تشهد الأسواق السورية مخاوف من تقلب سعر صرف الليرة أمام الدولار بعد التحسن النسبي وغير المبرر اقتصاديا. ورغم انخفاض الدولار الواحد من أكثر من 4000 ليرة وصل إليه الشهر الماضي إلى نحو 2950 ليرة حاليا، إلا أن الأسواق لا تزال تشهد جمودا وثباتا بمعظم الأسعار. وبحسب اقتصاديين فإن ما تشهده الليرة من تحسن ما هو إلا تحسن على الورق، لأن الأسعار لم تتراجع في الأقل بنسبة 50% مما تحسن عليه سعر الصرف. انخفض المؤشر العام لسوق المالي بنسبة 0.56% في دبي في آخر تداولاته ليغلق أسبوع التداول على تراجع. هذا وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي في آخر تداولاته بنسبة 0.56% ليغلق عند ما يقارب 2605 نقاط، منهيا الجلسة الأخيرة من الأسبوع على تراجع. وبالتوازي انخفضت أسهم إعمار بنسبة 0.79%، بينما تراجعت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4%. يسلك الاقتصاد الأمريكي مسارا أكثر تفاؤلا مع تسارع نموه خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بفضل خطتي التحفيز الاقتصادي. ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا زيادة نسبتها 6.4% بمعدل سنوي، فيما برز تراجع عدد المتقدمين بطلبات إعانات البطالة، ويتجاوز هذا المعدل النسبة التي سجلت في الربع الأخير من عام 2020 وبلغت 4.3%، وهي تتماشى مع توقعات الخبراء. تراجعت أسعار النفط بعد أن لامست أعلى مستوياتها في الستة أسابيع الأخيرة في ظل المخاوف من عمليات الإغلاق الأوسع في الهند والبرازيل للحد من جائحة كورونا. ونزل خام برنت 31 سنتا أو بمعدل 0.5%، وسجل 68 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 64 دولارا للبرميل الواحد بانخفاض 42 سنتا. كما تتعرض الأسعار لضغوط بعد تباطؤ نمو نشاط المصانع في الصين وفشل التوقعات في نيسان. وعلى الرغم من أن مسح القطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان توسع في الشهر الحالي بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2018. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.